سماوات تعج بالصواريخ في الشرق الأوسط، وحرب تشعل الأرض في أوكرانيا، وبؤر مختلفة للصراع يتوقع انفجارها، كلها عوامل دفعت الدول الكبرى للركض بسرعة أكبر في سباق التسلح، فاتحة الباب لسؤال هو الأبرز حول فاتورة التسلح العالمي وتأثيراته. تشير تقديرات وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وآسيا سيحتاجون إلى زيادة الإنفاق على التسلح بمقدار 10 تريليونات دولار إضافية حتى عام 2034 لتحقيق أهداف حلف الناتو، وهو ما سيؤثر على ميزانيات الدول الكبرى لسنوات عديدة. الدول الأوروبية بدأت مؤخراً زيادة الإنفاق على التسلح بعد عقود من التخفيضات التدريجية، وتعد روسيا الأكثر إنفاقاً بالنسبة لحجم اقتصادها، تليها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبريطانيا وإيران وألمانيا واليابان. حال رفع الإنفاق العسكري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ستواجه الدول الكبرى تحديات مالية صعبة. على سبيل المثال، في ألمانيا سيزيد الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي في عام 2034 مقارنة ب 60% في حال بقاء الإنفاق الدفاعي عند 2% في فرنسا وإيطاليا أيضاً. هذه التحديات المالية الصعبة ستضطر الدول إلى خفض الإنفاق على بنود أخرى للحفاظ على العجز تحت السيطرة، وذلك في ظل بيئة فائدة مرتفعة.